أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع الزعوخ من أمام مبنى تاتش في بيروت اللي عم يشهد اليوم تجمع للموظفين الذين يمتعضون من الحال اللي وصل إلى سعر الصرف، وأيضا بموضوع ارتفاع صيرفة وغيرها. تسببت اليوم فينا نقول عودة الخلاف ما بين الموظفين وفي القطاع الخليوي وأيضا وزير الاتصالات. لنحكي أكثر اليوم عن ما الذي يحصل، عم نشوف الموظفين خارج مكاتبهم، هل هناك توجه إلى التصعيد وشو صار؟ هلا تنكون واضحين، الموظفين هن جزء من المجتمع. اللي صار من يومين تعلية رقم صيرفة هو اللي خلى الموظفين وكل المواطنين يمتعضوا. هلا اللي صاير هو تحرك عفوي امبارح صارت وهلا عم بتصير، الموظفين حقهم يسألوا، حقهم يخافوا، عايشين بقلق. يعني كل شهر الموظف معاشه عم يتغير، ما بقى في معاش فيكس، كل مره المعاش عم بيكون فارياب. فنحن جينا نقول لهم للموظفين انه نحن فهمنينهم ونحن حدهم ونحن حاضنينهم مثل العاده. هلا اجتمعنا مع اداره تاتش وامبارح اجتمعنا مع اداره الفا، في تجاوب كتير منيح مع الادارتين واكيد مع الوزاره. اللي عم نطلبه انه في ازمه بدنا نروق الامور، في خليه ازمه هلا لانه صار فيها الازمه، في خليه ازمه نحن عم نطلبها من الادارتين وهلا رح نرجع نطلبها من الوزاره تا يتلاقى حل. مش ضروري يكون الحل للتصعيد، كنت عم تساليني، مش ضروري يكون للتصعيد، مش ضروري يكون لاضراب. بالنهايه في اجتماعات عم بتصير، لهلا الامور ايجابيه كرمال الموظف ياخذ القيمه الفعليه من معاشه. إذا الأمور بعدين ما رجع مش الحال، بالنهاية الموظف عنده حقوقه القانونية والدستورية بيقدر يطالب عن حقه، بس لهلأ الأمور إيجابية. الاجتماعات وخلية الأزمة رح تكون موجودة، تجتمع بأي وقت حتى سبت أحد بالليل صبح عشية نحن موجودين تا الموظف ياخد القيمة الفعلية لمعاشه وياخد حقوقه وتتنفذ التعهدات الممضية من الشرك لكل الموظفين بلا استنسابية. اليوم وزير الاتصالات شو، هل عم بيكون متجاوب مع هيدي المطالب او كيف عم بيكون الرد؟ اللي عرفته انا انه الوزير متفهم لحقوق الموظفين، في اجتماعات بدها تصير مع كل الاطراف وان شاء الله بنكون كلنا سوا بنفس الاجتماع تا يتلاقى حل لمعاش الموظف ياخده بالقيمة الفعلية. هيدي كلها بتصير بالنيغوشيشن، بالتفاوض على الطاولة. أكيدا الموظفين والإعلام رح تعرفوا بكل مرحلة بمرحلتها شو عم بيصير. خلية الأزمة اللي حكيت عنها في حال تم تشكيلها، مثل ما عم تقول هناك نية فعلية لا يكون في عندكم خلية أزمة عم بتناقش، أهم النقاط اليوم اللي رح تطالبوا فيها، خلينا نذكر العالم بأهم، عم تقول على القيمة الفعلية، صيرفة عم يطلع، شو المطالب المحددة اللي بترضي الموظفين وبتم مع كل ارتفاع ربما انه نشهد هيك مشهد او خلاف؟ تنكون واضحين، نحن موظفين شركات خاصة، في عنا عقود، هالعقود تبع الموظف بده ياخد معاشه حسب القيمة الفعلية، ما بقى فينا نكون مخبيين وعم ننكر الواقع. اليوم الموظف عم يروح على السوبر ماركت عم يدفع دولار، عم يروح يظبط سيارته عم يدفع دولار، عم يعبي بنزين عم يدفع دولار، الدواء بالدولار. هيدي تنكون واضحين، ما بقى فينا نتخبى، المعاش الموظف مش قد القيمة الفعلية للقدرة الشرائية تبعه، بده يكون عنده قدرة شرائية، بده يعيش بمعاش يحميه. ما في الموظف يضل عايش بقلق كل شهر مش عارف قد ايه معاشه، ما في معاش فيكس. اكيدا ما ذنب الادارات، ما ذنب الوزاره، صيرفه هي اللي عم تتغير، مش هيك بده يتلاقى اليه، ها خليت الازمه رح تلاقي اليه كرمال الموظف يعيش بكرامه بحقه. ومثل ما بتعرفوا الموظف هو اللي قايم بهيدا القطاع من الاساس لهلا، الموظف كل اللي عم يطالب فيه ياخذ القيمه الفعليه من معاشه تيعيش بكرامه تيكون عنده قدره شرائيه. اليوم دغري العالم من بعد ما طلع الدولار وصيرفة وغيرها، كروتة التشريج وارتفاع أسعارها كانت أول من يعني تسارع على يكون الأرقام عالية،
شو عم بتهز مش يعني هيدي صيرفة يعني اليوم كل المشكلة هي صيرفة. المشكلة هي عند ها أمور تجارية. مش أمور نقابية، ها أمور تجارية الإدارات بتجاوب عليها. بفتكر أصلاً اليوم الوزير جاوب عليها أو مبارح. ها أمور تجارية، هو سعر بالقطاع مربوط بصيرفة مش النقابة حددته. طبعاً نحن نقابة موظفين الخليوي بنحمي الموظف وحقوق الموظف. نحن معنيين فقط بأنه لا أكيد اللي هو كرمال استمرارية القطاع. يعني نحن من سنتين لهلا الإعلام وكل الناس تعرف عم النادي بحل استمرارية القطاع. نحن بهمنا القطاع يستمر. اليوم نأكد أنه ما في إضراب، حترجعوا على مكتبكم لاستكمال النقاش عبر خلية أزمة. طبعا نحن مدعينا لإضراب. الموظف بتحرك عفوي عم يسأل، عم علي الصرخة، الشغل ماشي طبيعي مبارح واليوم. أصلا نحن بالإضرابات كنا عم نجي وموجودين والموظفين موجودين عم نتكس على مكاتبنا، بس هلأ لقى الأمور إيجابية، خلية الأزمة بلشت شغلها. نحن طرحنا على الإدارات، هلأ ناطرين الإدارات جوابهم، بدنا نقعد معهم، بدنا نقعد كلنا سوا يتلاقى حل هلأ بأسرع وقت ممكن. أوكي. شكرا لك مارك عون اللي وضح اليوم بأنه سيكون هناك تشكيل لخلية أزمة لتتابع النقاش ومحاولة إيجاد الحلول اللي بترضي الموظفين في ظل ارتفاع صيرفة. وهذا الحل ممكن أن يكون ربما حل وسط ما بين وزارة الاتصالات والشركتين ألفا وتاتش والموظفين. على كل حال احنا أكيد رح نتابع هذا الملف في حال حصل أي تصعيد أو في حال وصول إلى حلول مرضية لهؤلاء الموظفين. شكرا مشاهدينا. الدكتور شي تفضل. بالنسبة لصيرفة، تعليق على صيرفة، بس ملاحظة بسيطة، لو ما كان في شيء اسمه صيرفة وطلعت الأسعار على صيرفة ما بقى في شيء اسمه قطاع، يعني ما بقى في شيء اسمه موظف يقبض، ما بقى في شيء اسمه شركة، ما بقى في شيء اسمه مصاري لتفوت على الشركة لحتى نصرف على المحطات، على المازوت، على الصيانة، على كل هذه الأمور. يعني صيرفة، وأنا مع الوزير بهذا الموضوع، كان قرار حاسم ومظبوط لوقت الأخذه لحتى نحن نمشي مع السوق اللي ماشي. يعني مثلا ربطة الخبز كانت ب 1500 ليرة، ما بقى فيك تبيعيها ب 1500 ليرة، علت لل 37، يعني الفرن ما بقى في ينتجها إذا ما على السعر. نحن هون نفس الموضوع، إذا ما في صيرفة طلعت مثلا من 45 لل 70، أنا ما بقدر أطبع الكروتي، ما بقدر أعمل صيانة، ما بقدر أقبض الموظف. يعني هيدا قطاع بده يستمر. شكرا لك على هيدا التوضيح. إذن هيدي هي الأجواء من أمام مبنى تاتش في بيروت. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة دعوت.